تفضل حسام. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جميل يا أستاذ، ما الذي فعله علي حتى يبغضه الناس؟ تمام، أو بعض هؤلاء. شوف، يوجد بغض محمود، تمام، أما بغض القصور فهو لكره الصحيح. صوتك يقطع يا أستاذ. يوجد، عيد 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 عيد، لأن صوتي قطع. يوجد بغض شنو؟ طيب، نعم، بغض محمود وبغض مكروه. البغض المحمود أن أبغض شخص في الله، تمام، في الله، يعني أنه لا يفعل ولا يكون ولا يتوافق، تمام، مع قول الله في القرآن أو الكتاب والسنة. والبغض المكروه أني أبغض شخصا لأنني أكرهه، يعني خلاص أكره. ليش ليش أكرهه؟ الأولى لله، الثانية لمن؟ الأولى الآن، يعني لشيء في نفسي. شنو في شنو نفسي شنو ما يعني؟ يعني لا لا، أيا كان الشيء. لا لا أخونا، لا لا سوي لأيا كان. الآن أنت لما تبغض علي لشيء في نفسك، إيش هو هذا الشيء ضد علي؟ مين قالك إنه أبغض شيء في نفسي وأحد بغض علي لشيء في نفسه؟ أما من بغض علي أنت الآن، أنت الآن مو تقول إنه البغض له نوعان في، وتعلق على قضية علي بن أبي طالب عليه السلام. أنت تقول أن البغض هو يكون في الله، زين؟ نعم. البغض في الله أمر الله يجزئ، يعني في شيء خارج عن أمر الله. نعم، أحسن. لا أحد يخلي خلي أوضح. هو يقول لك يبغض هو لدنياه، لدنياه يعني ليس لدينه، هو ما عرف شلون يصوغها، وإنما يبغض علي بن أبي طالب للدنيا وليس للدين، صح؟ لا يا أخي، لا، ما قلت كده يا أستاذ، ما قلت كده يا أستاذ مجد. اللي أخذوه على علي بن أبي طالب هو تباطؤه في أغز دم عثمان بن عفان فقط لا غير، تمام؟ إذن هؤلاء شنو دم عثمان؟ شنو تباطؤ يعني ما من المعقول. شنو يعني تباطؤ أخونا حسام؟ تباطؤ شنو؟ هقول لك شلون. أن يكون علي خليفة للمسلمين ويكون حكم المسلمين قرابة 5 سنوات ولا يأخذ بدم عثمان، هذا تباطؤ واضح. 5 سنين ما أخذ دم عثمان، مصيبة دي والله. زين، طيب. لحظة بس خلنا نفكك العبارة الآن. طيب. علي كما تقول تباطأ في الأخذ بدم عثمان، صح؟ نعم. زين. نعم، هو علي بن أبي طالب عليه السلام قدم له ملف عثمان، يعني يعرف منه القتلة، يعرف احتراز بسيط احتراز. هو علي بن أبي طالب، لحظة أستاذ، علي بن أبي طالب تباطأ في القصاص من قتلة عثمان. سؤالي لك، متى استخلف علي بن أبي طالب عليه السلام، ومتى خرجت لقتاله أم المؤمنين عائشة؟ كم بين خلافة علي وبين خروج عائشة ثم خروج معاوية لقتاله؟ كم سنة؟ أعتقد إني لما قتل عثمان ابن عفان وذهبوا القوم وبايعوا علي ابن أبي طالب وجلس في حكم وأرسل رسائل وعزل معاوية وغيره وأرسل من إلى الأمصار ومن إلى مصر. أجبت على السؤال. أنت اتهمت علي بن أبي طالب بأنه، اسمعني، قلت علي بن أبي طالب طيلة خلافته لم يأخذ القصاص من قتلة عثمان. شوف الجملة، لحظة، ستوب، أرجع لك شريط الكلام مالك. أنت اتهمت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الصحابي عندك، الخليفة الراشد عندك، وإمامي أنا، بأنه طيلة خلافته لم يأخذ القصاص من قتلة عثمان فلذلك قاتلوه. طيب، السؤال لنرى كلامك، هل هو صحيح دقيق علميا أم إنك أخطأت جهلا أو تعمدا؟ متى تولى الخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، في أي سنة، وكم مضى له في الخلافة حتى خرجت إلى قتاله عائشة راكبة الجمل الأدبب؟
أقل في السنة. معركة الجمل متى؟ أقل السنة. في هو ما عنده جواب طبعا إخواني، هو تورط الآن وقال عن طيلة خلافته ما عنده جواب، لذلك وراح يماطل، وإحنا حفاظا على وقت الحلقة والمسألة العلمية في البرنامج إحنا نجاوب. علي بن أبي طالب، اسمع يا أستاذ، اسمع يا أستاذ، علي بن أبي طالب استلم الخلافة عام 35 هجرية، وخرجت عليه أمك، وخرجت عليه أمك عائشة في معركة الجمل. شوف قام يشوش، يعني هم جاهل وما يفتهم ولا يخلي الناس تفتهم. يعني أنت مع احترامي لا تخليني أتجاوز عليك أكثر، يعني أنت جاهل وجاي تجهل الناس وما عندك علم ولا تعرف تجاوب وتريد تشوش على الناس. تتهم الإمام، تتهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتقول إنه طيلة خلافته لم يأخذ القصاص، وهذا الكلام كذب عار عن الصحة. قام يشوش، والله ما يصبرون. اسكت يا رجل، خلي أجاوب مكانك. اسكت يا رجل. أعمل سؤال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل أنا اللي سألتك. أنا اللي سألتك. اسكت خليني أجاوب الناس. شوف أخوان، اسكت لا تكلم. أعطيك مجال في وقتك. سيد يا سيد، أنت مو سألت، أعطي مجال خلي نجاوبك. ما يجاوب حجي والله، يلف ويدور والجواب أسألينه ما في. سيد من حقه يا سيد، يعني أنت تسأله وأنت تجاوب عنه، وهذا ما يصير. زين. الآن أمامك حجي، هل قلت إن علي بن أبي طالب طيلة خلافته لم يأخذ القصاص من عثمان، قلت هذا ولذلك خرجوا عليه قاتلوه؟ قال هذا الكلام. لماذا تدعي هذا الكذب على علي بن أبي طالب؟ ليش تكذب على علي؟ ولذلك سألك الآن جاوبه. أين أخذ علي بن أبي طالب؟ أين أخذ علي بن أبي طالب بدم عثمان؟ اذكر لي نعم. والله شوف وأخذ واقتص منهم. جيد. الآن سألتني أين علي بن أبي طالب أخذ القصاص من قتلة عثمان؟ جيد. جواب. شوف على السريع، جواب الشيء على السريع. يا أستاذ، ليس الكلام في أن علي بن أبي طالب متى أخذ القصاص ومتى لم يأخذ القصاص. أنت ادعيت دعوة. اسكت خليني أجاوب. اسكت. شوف الشو، شوف جواب لي. اسكت خليني. اسكت. اسكت. الجواب على السريع، الذي ادعى أن علي بن أبي طالب، شوف طيلة الخلافة لم يأخذ القصاص من عثمان ولذلك خرجوا عليه، يعني معنى الكلام شنو؟ علي بن أبي طالب تولى سنة 35 للهجرة، سنة 36 يا أخواني لم يأخذ القصاص، سنة 37 لم يأخذ القصاص، 38 لم يأخذ القصاص، 39 لم يأخذ القصاص، إلى نهاية خلافته سنة 40 خرجوا عليه لأنه طيلة خلافته لم يأخذ القصاص. وهذا من الكذب الفاشل، من أمثالك من الفاشل. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب تولى الخلافة 35، خرجت عليه أمك سنة 36 وليس طيلة خلافته يا أستاذ. ثم خرج عليه معاوية سنة 37. واضح يا أستاذ؟ شفت أنت شلون إنسان جاهل؟ شفت أنك كيف افتريت على علي بن أبي طالب وكذبت عليه؟ ها؟ شفت الآن فشلك وجهلك؟ ها؟ وعدم اطلاعك وعدم معرفتك حتى في التواريخ؟ أجيب يا أستاذ، لا حول ولا قوة إلا بالله. خليني أجيب. شوف يا أستاذ، شوف الأستاذ قال تمام، لعل كان سؤال الأستاذ وعد أو الحج وعد، قال لماذا هؤلاء، من قال لماذا قال هذا عثمانيا وهذا علويا؟ تمام. قلت له أنا لأن هذا ما قالوه حتى على علي بن أبي طالب، أنه تطال به أو تباطأ به الوقت في أخذ دم عثمان، أخذ وقت طويل. الأستاذ سألني متى تمكن علي من الخلافة 35، ومتى كانت موقعة الجمل 36، آدي سنة كاملة تمام. وبعد هذه السنة لم يتفق علي مع هؤلاء بأخذ دم عثمان، قعد 37 38 39 لسنة 40 أو قبلها بست شهور حتى قتل
ولم يأخذ بدم عثمان. شو السبب؟ هذا شو السبب؟ لا حد لا مو سبب، لا ما في سبب. أرجوك أرجوك حجي خليني وياك يا عمي. أنا أعرف شلون قاعد يحكي بس خلي يخلص. خلي كمل يا أستاذ. ما تقطع طيب، أنا سبتك تخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الآن 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 قلنا لهم أن هذا البغض لعلي محمود. لماذا هو محمود؟ لماذا؟ لأن يوجد حكم في كتاب الله بالقصاص. هؤلاء يجب أن يقتص منها من قتلوا عثمان لأنه قتل مظلوما. بس يبقى هذا بحكم الله البغض هنا محمود. لحظة. لا لشخص. لا لشخص. أوقف سيد سيد. لا لا لحظة لا لا لحظة لا لحظة. يعني هؤلاء هؤلاء اسمع. هؤلاء الذين قاتلوا علي كان عندهم بغض محمود. نعم. بغض لمن؟ لعلي محمود. بغض محمود لعلي. كلام واضح. كلامي واضح أعتقد. لم يكرهوا علي ولكن أبغضوه لأنه لم يعمل بالقصاص في دم عثمان بن عفان. اخواني فالأولى انا ما فالأولى اخواني فالأولى انا ما انا ما ادري بس لحظه اخلص كلمتي حاجه لحظه بس ما انا اذا افهم يعني يا يا ايها المشاهدون الكرام انا اكره حسام من محبتي لحسام اكرهه اخواني يعني النقيضين انا ما ادري هؤلاء خلها عايز الشيخ حسام نعم وبين لك الآن يا حاج لحظة 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 النبي صلى الله عليه وآله قال حب علي إيمان وبغضه نفاق. الأخ حسام ماذا يقول؟ يقول أن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية ذول القادة كانوا يبغضون عليا يبغضون عليا. لماذا؟ هذا من البغض الحب يعني من البغض الممدوح يبغض. هذا افتراء 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 يا استاذ وعلا. لا لا افتراء. عندنا الشواهد ان شاء الله. يا خلي اكمل انا وظيفتي بس اشرح للمشاهدين. سوي ميوت اخونا حسام في ضوضاء. سوي ميوت. ما هي من عندي ما لا من معاويه من معاويه. لحظه يا استاذ معاويه الله يوكيك معاويه وين ما يروح ضوضاء. المهم أخونا حسام إخواني المشاهدين عائشة تبغض علي لكنه ممدوح. طلحة يبغض علي ولكنه ممدوح. معاوية يبغض علي لكنه ممدوح. أحسنت أحسنت. سؤال للعقلاء أنتم إذا كان هذا البغض ممدوح لماذا النبي وصف المبغضين له بأنهم يدعونه إلى النار؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أحاديثين يا إخوة. أما الحديث الأول فهو في سنن أحمد في مسند أحمد وفي سنن أبي داود. ماذا يقول رسول الله؟ إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. والحديث الثاني في سنن أبي داود من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هؤلاء يطالبون. شو دخل على موضوعنا؟ محكمة. ما هقول لك. هؤلاء يطالبون بآية محكمة ينص عليها الله في كتابه بالقصاص بالدم. القصاص من القتلة. فأبغضوه. مظلوم. فأبغضوه. الكلام واضح. لا لا نعم فأبغضوه لأنه لم يأخذ بدم عثمان. إذن هنا الآن لما أبغضوه اسمع لما لا اسمع لا لما أبغضوه اسمع بس هدوء. نعم لما معاوية وعائشة وطلحة والزبير أبغضوه أبغضوه نعم. لله لو للشيطان؟ لا لله. يعني يبغضون علي في الله. نعم لله. طيب طيب يعني الله تبارك وتعالى الآن راض بهذا البغض الذي بغضوا عليا لأجله صح؟ الله راض بهذا البغض صح؟ خذ لك فرة حسام خذ لك فرة.